جميلة هنا في ملعب البيت، والكل على استعداد لانطلاقة هذه المباراة الكبرى. من كابينة التعليق أتواجد معكم فارس عوض، ونتواجد اليوم من أجل مباراة كبيرة في ثمن نهائي كأس العالم، المغرب في مواجهة ألمانيا. مباراة كبيرة وغير عادية، تتكلم عن الترشيحات التي تأتي في خانة الفريق الضيف، لكن مع إصرار أصحاب الأرض ودعم الجماهير قد نكون على موعد مع مباراة كبيرة متكافية. في كرة القدم لا شيء مستحيل، ومن يبذل الجهد ومن يقدم العطاء يحسم النتيجة. الآن تأتي المساندة. يوسف النصيري، والآن عند زياش في منطقة الجزاء، يفتك الكرة بامتياز. نيكيلا زولا، إيلكاي غوندوغان، تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. حكيم زياش، ولعب الشوت قوية لكن حارس المرمى في الموعد. والآن تخرج إلى ضربة ركنية، بيلعب ركنية قصيرة. تدخل ممتاز، بيخلص الخطورة من منطقته. رومان سايس، أشرف حكيمي، نشاهد فرصة في هذه اللحظات. بتدخل قانوني يفتك الكرة في 18. جوشا كيميتش، لوروا الثاني، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. الكرة الآن مع الفريق الخصم. حكيم زياش، سفيان مرابط. ألمانيا تحصل على رمية تماس. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. تدخل لطيف يفتك الكرة بدون أخطاء. الشوط الأول ينتهي الآن. الفريقان إلى غرفة الملابس، ولنا عودة بعد استراحة قصيرة. ضربة بداية الشوط الثاني عند المنتخب الألماني. حكيم زياش يستعيد الكرة بتدخل سليم. لوروا الثاني، ليرو الثاني، لاعب يقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. سفيان بوفال، حكيم زياش، سفيان مرابط. البحث عن التقدم ولكن بدون استعجال في بناء الهجمة. والهدف الأول في المباراة يأتي، لا يمكن الصمود أمام كل هذا الهجوم. أجواء خيالية، احتفالات كبيرة، هدف مستحق بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. تنطلق المباراة مرة أخرى، والمنتخب الألماني يتأخر في النتيجة. حكيم زياش، تدخل ناجح على الكرة. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. رومان سايز، أشرف حكيمي، حكيم زياش، سفيان مرابط. احتفاظ بالكرة بشكل ممتاز، بناء للهجمة بهدوء، لكن يفشل بناء الهجوم هنا بدون أي تأثير يذكر. خمس دقائق أمام الفريق الخاسر، عودة في النتيجة، تسجيل هدف التعادل قبل صافرة النهاية.
تيمو فيرنر. الحكم يعطي الأفضلية. فرصة من جديد لكرة التعادل. نزول غير مدروس في منطقة الجزاء. كرة بتتشتت من الدفاع. وتأتي صافرة النهاية في هذه المباراة، ورسميا يتأكد العموم.